فده انذار لنادي الجونه. طيب نخش بقى على مفاجاتنا بقى. قفشه في الاهلي، مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي، محمد مجدي قفشه خلاص بيقترب من نادي الاهلي، وتم ارسال الدفعه الاولى من صفقته ل 30 مليون، اتبعت 12 مليون. واحمد فتحي ليس من ضمن صفقه قفشه، يعني كان في كلام ان احمد فتحي واحمد حمدي ومحمد شريف في صفقه محمد مجدي قفشه، لا هو قفشه هيكون بمبلغ مالي وفي لعيبه بس مش احمد فتحي. يعني الاهلي رافض تماما موضوع احمد فتحي. خلاص؟ دي اول حاجه.